هو بتاع الغسيل وهدت الغسيل. خلاص العالم اتدمر وما فضلش الا انا. بس الفيو تحفه. بني ادمين بني ادمين. الحمد لله يا رب اخيرا الناس عايشين غير هنا. ايه ده؟ هما قالوا ان الايفنت هيكسر الدنيا بس مش للدرجات دي يعني. فين السايس؟ يا مسعد! مسعد! واحد تاني واحد تاني. يا عم يا حبيبي يا حبيبي. عندك نقص حنان ولا ايه؟ ايه يعني انا هو ده اللي حصل؟ ده زلزال ده ولا بركان ده ولا فيضان ده ولا ايه ده يعني؟ فين العربية يا مسعد؟ العربية اهي. ايه؟ ايه؟ دي عربيتي؟ دي بقت بيس اوف كراب. لا مفيش كلاب بتسير هنا خالص. انا محضنها لك على السوق عليها الطلاق. امال يعني ايه اللي حصل لها ده؟ مفيش حضرتك، حاجه بسيطه وقع عليها نيزك. ونيزك ساب كل حاجه وقرر ان هو يقع على عربيتي انا؟ انا عارفه مين اللي عمل كده، اكيد مايا. لا ما تقلقيش هتتكس ان شاء الله، تلقي النيزك خير. يا جماعه افهموا، العالم اتدمر، الناس كلها ماتت. بجد؟ ايوه. او ماي جاد، اتس اوكي، اتس اوكي، اتس اوكي، تيك دي بريث اند كاونت ات. سملة سملة سملة. لا حول ولا قوة الا بالله. انتوا زي ما تعرفوش يا جماعة انتوا كنتوا فين؟ انا كنت نايم. انا كنت ببارتي. بايه يا اختي؟ كنت ببارتي. بلا بتبارتي بلا بتباربي. بقول لك ايه يا استاذة اهدي، احنا نساعد بعض علشان نعرف نعيش ونعمر الكوكب من تاني. ايوه. كل واحد فينا يشوف بيعرف يعمل ايه ويعمله. إيه؟ نقسم الشغلانات. ايوه. انت مين اصلا؟ حضرتك انا سيد ابو الخير، مهندس مدني، كنت جامعه حكومه مش خاص بقى وبالفلوس والحاجات دي. جيت هنا امبارح لما العالم اتدمر وبنيت الكوخ ده علشان يحميني. وانا نفيسه فاشينيستا، عندي 70,000 فولور. سعيد قوي معاك حضرتك. هاي فايف. اوكي. موسى اعتبر الحجاز السنوية بنين، أجدع سايس في الشارع ده قبل نهاية العالم وبعد نهاية العالم، أجدع سايس في الكوكب. يا نهار أسود، يعني فاشونيستا وسايس؟ ده أنا قلت أخيرا لقيت بني آدمين وهنعمر الأرض من تاني. آه اللي ما في حد فيكم بيشتغل شغلانة مفيدة. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا شغلانتي مفيدة قوي على فكرة. أنا بنشر طاقة إيجابية، peace and love and green. أيوة. بقول لك إيه، بلا love and green بلا توحيد and نور. هو إحنا هناكل هنا يعني؟ هناكل طاقة إيجابية؟ ساعدوني يا جماعة من فضلكم، إحنا عايزين نعيش، عايزين نصطاد، نزرع، نقلع. أنت فعلاً لازم تقلع اللي أنت لابسه ده، أنت شكلك مش لايق على نهاية العالم خالص على فكرة. استنى. أنت بتعملي إيه؟ بتعملي إيه أنت؟ شيل دي. تلا! ايوه كده كده بقى هيجي لك فولورز اكتر من حسن الشافعي. حسن الشافعي انت خليتيني حسن عابدين، وشكلها كده هتزهقني تزهقني تزهقني تزهقني. بتعملي ايه؟ عوض عليا عوض الصابرين يا رب. يا جماعه سناب النهارده، حتى لو العالم انتهى طاقتك لسه ما انتهتش. جود مورنينج. انت بتعملي ايه؟ هو ده وقته؟ على فكره الفولورز بتوعي مسؤوليه كبيره يا حبيبتي. الفولورز بتوعك تعيش انت خلاص. زمانهم بيتحاسبوا دلوقتي يا جماعه، افهموني، احنا لازم نلاقي اكل. انا عندي اكل، انا معايا بواقي سوشي. اللهم صل على النبي. ده هناكله ده؟ لا طبعا هنزرعه. انت هتعملي ايه تاني؟ يعني اكيد البنطلون مش على الارض. بنطلون؟ كده بقى هنزرع السوشي عشان نطلع سوشي اكتر. لا يعني مرارتي اتفعت، ما حكيش غير صحتي يا بعيده. انا ممكن اساعد حضرتك يعني، بس لو سمحتي المنطقه دي ما تنفعش. تعال علي كده، تعالي تعالي. ايوه حضني يمين حضني يمين. ايوه شمال. بصي بمراياتك بصي بمراياتك. ايوه كده على السوكه. هاتي 50 بقى. ليه يا سيد بتركنها لها في ملطش كده يا حبيبي؟ اللي راح واللي جاي حك فيه. بلاش على نصي يا عمي. افهم حاجه يا جدعان، حرام عليكم بقى. يا رب انا مش معترض على خطائك، بس ليه دول؟ لو سمحت يا نفيسه هانم، بعد اذنك الخمسه جنيه بتوع الركنه قبل نهايه العالم، والخمسه جنيه بتوع ركنه السوشو بعد نهايه العالم. يبقى كده 10 جنيه. ايه يا رفيق؟
إيه؟ طب وكده يعني العربيه دي المفروض ان انا اطلعها ازاي باللي حصل فيها ده؟ لو عايزه تسيبيها هنا يبقى 25 جنيه مع ال 10 جنيه بتوع قبل وبعد نهايه العالم يبقى 35 جنيه. يا ابني انت ما بتفهمش، خلاص كل حاجه انتهت، الفلوس بقت تراب ملهاش قيمه. انا عارف يا باشا ان الفلوس بقت ملهاش قيمه، ده ال 100 جنيه بتتفك كده 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 كده. يا حبيبي مش ملهاش قيمه يعني ملهاش وجود. ايه طب هات مالي يعني وانت بتعملي ايه انت كمان؟ اهدى بقى يا سيد، اهدى شويه. بص positive attitude زائد positive energy يساوي positive human being. حلو، اطرحي منهم الاوردر ده 10 جنيه بتوع نهايه العالم. يا رب يا رب خدني يا رب. سعادة الباشي. او ماي جاد، الحمد لله مستر بوليس مان، الحمد لله. حبيتيني يا؟ ايه ده، انا شفت حضرتك في سكتش قبل كده. يا ابني كوكب كله اتدمر يا ابني، مفيش امنا غيري. وبعدين ايه الكركبه اللي انت عاملها دي يا ابني؟ يا باشا والله ما عملت حاجه، ده نيزوك. نيزوك؟ طب ايه ده، ايه ده، ايه ده، مفيش مشكله خالص. ايه بطاقتك؟ ايه انا ولا نيزوك؟ بطاقتك انت يا ابني. اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل. ايه ده؟ انت برج الحوت؟ ايوه. تيجيني بقى. اللهم صل على النبي، نورتنا يا باشا. مستر ظابط. انا امين. مستر امين؟ لا انا اسمي امين. بليز ممكن تخرجني من هنا؟ بص اللي حصل في عربيتي، وبعدين انا عندي جاذرنج في سكويا مهم جدا دلوقتي، ومايا هتبقى هناك، ولو ما رحتش هتشمت فيا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايوه يا ابني مسكت. طب كويس ان انا رميت الحاجه اللي معايا عشان عديت على كمين. الف مبروك يا باشا، نورت الدنيا. ايه هنعمل ايه يا برنس؟ مش هينفع نعمل اي حاجه عشان ما جاليش ولا لايك. انا متاكده ان مايا هي اللي ورا الموضوع ده كله، طول عمرها من نفسنا عشان I actually have something to say. هاشتاج ديب. اوكي كويس يا باشا. هاشتاج تيم باونز بيجا. هاشتاج فوك ماي لايف. طيب 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 استنوا استنوا، انا هعمل فيديو تاني، هعمل فيديو تاني واجرب. اي اوكي. في ثلاث انواع من الناس بتقابلهم بعد العالم ما ينتهي، السخيف. انا وده. معلش ممكن ثانيه واحده؟ انت مجنون؟ لا لا بتعمل ايه؟ اخليهولك مضرب السيفتي. ممكن تفوقي نفسك شويه؟ احنا مش محتاجين اكل ودفى، احنا في الشارع لازم نعيش، وانت لسه كلبه لايكات. يا نهار اسود، ده في نيزك تاني جاي علينا. لا نيزك على نفسه. يا الحر بيسيح لي الميك اب بتاعي. لا بصي، عايز اقول لك على حاجه، لو حتى فاونديشن كويس مستحيل يسيح. هاشتاج عليه العوض. انا رايحه زمالك. ايه رحتي فين؟ طب استني السوجو. السوجو التيم بيوين، التيم بيوين. هاشتاج عرق. بص بقى، ايوه تعالى يمين شويه، اعدل كله على دماغي بالظبط. نظف ديكول يقتل 99.9 من الجراثيم بقوة الأنزيمات الذكية تزيل الأتربة والجراثيم. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ماتوا ماتوا، أهلي كلهم ماتوا، العيلة كلها ماتت، الدلع عليها ديكول وغرقوا في البلاعة. بس يا ستي الكل اهدي بس كده، هما في مكان أحسن دلوقتي أكيد. معلش بس قدر الله ما شاء فعل، تعدي اهدي بس. اهدى ازاي؟ اهدى يا أخويا، ده أنا كنت خلاص كنت دخلت يوم الجمعة الجاية. دخلت يوم الجمعة؟ أنا شايف إن دي فرصة نبتدي إحنا على نضيف بقى. هو في نجيف أكتر من كده؟ ما الجراثيم كلها راح واحد ورا التاني، والفيروس اتبخ خلاص، ما عادش فاضل حد، ما عادش فاضل حد. ما هو المنظف الدلع ده قتل 99 في من الجراثيم كلها حضرتك، ومش فاضل غير أنا. قصدك ايه يعني؟ يعني الحقيقه يعني اللي حصل ده مسؤوليه كبيره عليا انا وانت، مضطرين نشيلها يا عم، مضطرين. هات من الاخر كده وبلاش عوق. يعني انت اخر جرثومه وانا اخر جرثوم. ايوه ايوه، قول كده من الاول، مش واقف على بعضك وعمال تتحنجل وتتمنجل. قال ايه؟ قال جرثوم. ده انت لو اخر جرثوم هنا مش هتجوزك. انا فعلا اخر جرثوم هنا والله يعني. ولو أنا طموحي
طموحي اكبر من كده بكتير. ازاي يعني؟ كان نفسي كده في جرثوم طول بعرض، حاجه كده تجيب من الاخر، ميكروب ابن ناس طفيلي وحنين، حاجه كده اجنبي الاجه، ايبولا، فيروس سي، ملاريا، مش حمو النيل والتهاب الرئوي والبرد والكلام الفاضي من ده. ايه عقده الخواجه دي اللي بتجيبنا ورا؟ على فكره انا كنت الاول على عطستي، بس عشان كنت متفوق جدا وعديت فوق الثلاث بني ادمين مره واحده. وبصي بعمل حاجه كده، مشروع كده على جنب كده في منديل جنبنا مع ناس صحابي. بصي مش صايع، مش صايع يا اخويا، يا اخويا بلا هم، كفاح ايه ونيله ايه؟ انا مش عايزه اتشحطط من ايد لمنديل ومن سندوتش الخلاط حنفيه، انا بحب الاستقرار. ايه ده؟ وانا كمان، انا مش من العيال بتطير في الرصاص دي وبتلعب بجرثومات الناس. يا اخي اوعى بقى كده، انا عايزه حد يعيشني في طماطمايه بايظه كذا مطرح، او كيس زباله بيشوف النيل. ولعلمك انا كان متقدم لي عفن ابن خالتي، وعفن ده كان عايش في الخليج بقاله كذا سنه. فين في الخليج؟ كان شغال في بط واحد هندي شغال هناك، وكان جدع. كانش بيستحمى وكانت ايده فرطه. بصي كل الكلام ده ولا حاجه قصاد ابني بلدك الجدع اللي بيعدي الضمير، وانا وعدك لو وافقتي هعملك اي حاجه. بصي انا مقدم في اسكان الجراثيم الشباب هنا، عاملين كده خلل سنان مساحات صغيره تحفه تحفه بحري كده، ولما ربنا يكرمني هجيب شخه على النيل. لا شخه على النيل واحده في التجمع، وافتح الشختين على بعض. عايز تعيشني في المساكن؟ لا دي شخه كبيره والله. ما كانش ينعزي يا عمر. ده انت طلعتي قذره فعلا. طبعا قذره، ده انا بنت اكثر عيله جراثيم في البلد. يعني اهلك طلعوا بالسفر زي اهلي كده عادي، يعني في مزرعه بكتيريا تكون في الارياف كده، انا واهلي يعني عادي، يعني جينا هنا خدنا بقعه في الماسوره الجميله دي الحمد لله. ولا انا مش هفضل طول عمري اتمرمط. انا عايزه اتطور، عايزه انقسم لا جنسيا مع حد يحبني واحبه ويعيشني عيشه هنا. مفيش حد غير انا ننقسم مع بعض عادي. ما انا شكلي هضطر اتجوزك واخلص، ضل تفه ولا ضل شخه. انا شخه؟ اسره، هنعمل فرح فين؟ ايه؟ انت وافقتي؟ بس فرح ايه؟ المعازيم كلهم ميتين، والمأذون مات، والزفه ماتت، والشهود، مفيش حتى عرفي هاخدك كده على بعضك كده. ايه يا اخويا؟ ليه؟ بايره ولا ما شبحش؟ لا طبعا حاضر، سوري يا ابله، معلش معلش. انا عايزه انا عايزه فرحي تتكلم عنه باقي الطفيليات، ويتعزم فيه كل امراض الشعب، يبقى وباء قد الدنيا. عيني ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اوبا مساء الخير. هلو هلو، انا جديده هنا، كنت عايزه اعرف اماكن احتضان الميكروب اللي هنا فين؟ احنا كلنا هنا بنحتضن حضرتك. ايه جرى ايه؟ ما تظبط، ده انت ناقص ان انت تتكسر معاها قدامي. كين انت على جنب بقى، بقولك ايه، ما تديكي تور كده من الماسوره. يلا بينا. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا ما اتفقناش على الفرح. روحي بقى شوفي لك تفه تاخدك بقى. انت اسمك ايه؟ اسمي حساسيه صدريه. لا باين 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 قوي. لا شختك فين؟ هي قريبه هنا على بول كده، ريحها جميل. بص تسمع ام جرثوم؟ لا بسمع فيروس. تعالى استنى استنى استنى، ما اتفقناش على الفرح. طب انا دعوتي مستجابه. طب ايه اللي هتتزحلق في ازاز كلور تجيب اجلك، والبعيده ياخدوكي في معمل ويقعدوا يعملوا عليكي ابحاث؟ قولوا امين. صباح الخير. أنا نورة، بعد ما خلصت الجزء النظري من كورس الدفاع عن النفس ضد الطنطات هكون معاكم في التدريب العملي. عرفونا بنفسكم. أنا سحى يا كابتن، عندي فرح الأسبوع الجاي وكل خالاتي جايين من البلد، بس أنا ما بعرفش أتحكم في غضبي، فعايز أعرف إزاي أدافع عن نفسي ضد كلام الطنطات السم من غير ما أرتكب جريمة، أعلم على حد في وشه كده يعني.
أنا حسين، هاي. عديت سن الجواز، ماشيها عديت سن الجواز، وعشمان في حضرتك تقولي لي أهرب من كلام الدحلاب المحرج اللي بسمعه في كل عزومة من الطنطات وبيجيب لي تبول لا إرادي، بليز. ما تخافوش، زي ما اتعلمتوا نظري إزاي تدافعوا عن نفسكم ضد اللسان الزفر واللسان اللي زي المبرد واللسان اللي عايز قطعه. yes. النهاردة هوريكوا إزاي تنفذوا النظريات دي وتتغلبوا على أي طنط. بعد النهاردة محدش هيقدر يحرككم أو ينايمكم عياطين أو يجيب تبول لا إرادي. بالظبط. الله يسمينك يا كابتن نورة. والله سيد طنط سناء الحرباية جاهزة؟ حاضر معلمتي. جاهزة وما شافتش بشر بقالها 3 أيام ومسعورة وجاهزة تسمى بدن أي حد. دخلها حالا. معلمتي هل أحضر لك تي؟ دخلها حالا. حسنا. اثبت. احذروا بتاعة تصمية نار. ما تخافوش، دي طنط سناء الملقبة بالحرباية، دي اللي بتدسلك سم في العسل. بتعمل نفسها خايفة عليكي وعايزة مصلحتك، بس هي عايزة تعايرك وتنكد عليكي. ازيك يا حبيبتي؟ وحشتيني. ايه ده انت زي القمر. ميرسي يا طنط. ايه ده انت لسه ايدك مالت كده ما فيهاش ولا دبلة ولا محبس؟ بس برافو، واضح ان انت مويته نفسك في الشغل، ايدك عامله زي الفاو عليا بالظبط، بس ان شاء الله ربنا يرزقك باللي يطريها لك. كله بعد الجواز بيتظبط، بكره نفرح بيكي يا حبيبتي، والله اوحش منك واتجوزك. يا طنط ايزي ايزي، ريلاكس ريلاكس. وانت يا حبيبي رايح فين؟ بسم الله ما شاء الله، بقيت راجل ملو هدومك، بس مالك راسك بقت بلاطه كده ولسه ما شفناش عيالك. ما عندناش اي حد بيعيط هنا خالص، احنا هنستخدم معاها نفس سلاحها بالظبط، الشطه في التورته. تورته جمليها بس من تحت لتحت لبيها. ما شاء الله عليكي كبرتي، مش هنفرح بقى بدخلتك؟ هنقول لها ايه بقى؟ ها طبعا يا طنط، دي التورته. بس المهم نلحق قبل خرجتك. ما شاء الله عليكي صحتك حلوه زي البوم، ده انت تشيلي كذا بيت عقبال ما نشيل عفشك. طبعا صحتي بومب، ميرسي يا طنط، ويا رب اقدر لوحدي اشيل نعشك. برافو برافو يا سوا، خش عليها يا حسين. يا حبيبي مرتبك ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك، بس الا عمرك يعني محققت امك. ربنا يخليكي يا طنط. جمعا كلنا ان شاء الله، ولو انك اولى بالحجه دي عشان تغسلي ذنوبك كده بالجوع. لو لي حصور دمتلش. برافو 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 عليك برافو. سيد سيد ليه؟ سيد ليه تاني؟ سيد دخل تاني طنط. ايه ده بس دي شكلها مش طنط خالص يا كابتن. دي بقى طنط تحت التمرين، مشروع طنط مستقبلية. هي دي بنت خالتك اللي اتجوزت من سنتين وخلفت من شهرين وحققت كل احلام الطنطات، ودايما بيقارنوكي بيها، وهدفها واملها ان هي تاخدك عندهم. دي اللي بتعاير بيها. سهى مش هصدق اللي حصل معايا امبارح. مش عايزه اعرف. تخيلي ابني ميدو قال امبو، اول مره ابني ميدو يقولها. بسم الله ما شاء الله عليه، طلع نسخه من محمد جوزي ابو مودي ابني. دي صورته هو عنده شهرين، ودي صورته هو عنده 3 شهور، ودي صورته هو عنده 5 شهور. كمل امه يا بنتي، كمل كمل. نسيت اوريكي، دي صورته هو اول يوم
لي في الحضانة، ودي صورته هو أول يوم لي في المدرسة، ودي صورته هو أول يوم لي عند جده، ودي صورته هو تاني يوم لي عند جده، ودي أكيد صورته هو تالت يوم لي عند جده. لا هو كل يوم هيروح لجده، دي صورته هو عند سته. كمل أمه يا نس. اجمدوا. بصي بقى، خشوا عليها بتكنيك الهجمة المرتدة، فكروها بأحلامها اللي ضحت بيها في سبيل إسعاد الطنطات. أنا قولي لي يا شيماء، راح فين هيثم اللي كنت بتحبيه وكان بيموت فيكي وهياخدك الكويت وينغنغك؟ شكلها سابته عشان خالتها قالت لها كويت حر ورطوبة. وهو جوز واحدة قمر ما شاء الله ومعاه عبد الله وجنى. لا ما تبرجيش قوي، عبد الله وجنى يعني هو مش عمرو دياب؟ والله كان احلى. حسين. نعم. نعم الله عليك. ادخل. هو انت مش كان حلمك انك تبقي ممثله؟ طنط موحالتلي الكاميرا هتدخلني بتاع 5 كيلو. اتسرعتي يا شيمو، كان زمانك بقيتي ممثله قد الدنيا زي امينه خليل. ايوه حتى خليل كوميدي مثلا. طنط مبدئيا السبب، انت يا طنط انا اتخرجت واتخطبت واتجوزت بس ما قدرتش اقاوم الكلمه السحريه. ايه؟ كلمه ايه بس؟ قالت لي انت هنشيل عيالك. انت ده حقيقه يا شيمو؟ اول مره عيط حد بكلامي بس. ربنا يسامحك. هايل 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 عظيم، انا منبهره. انتوا كده جاهزين للاحتراف. احتراف؟ لسه في تاني؟ لسه في تاني؟ فتحيه. ايوه. مش انت يا سيد؟ انا اسف. خير يا معلمتي. دخل فتحيه. انت متاكده يا معلمتي؟ هم عملوا لك ايه وحش عشان تجيبي لهم فتحيه؟ ده اخر مره وانا باكلها فضلت تلعب في دماغي خلتني كنت هطلق مراتي. ايوه بس فضل طبعا يعني بفضل تربيتي انت ما خليتهاش ان هي تسيطر عليك. لا حضرتك، ما انا ما كنتش بحضر فطلقتها عادي وعندي جلسه بكره في محكمه الاسره. خلاص يا سيد دخلها. حاضر يا فندم. هتعرفي تتعاملوا معاها. مش عايز تشوفني لو ابني ولا محمد جوزي. والنبي يا سيد. المرشطة دي ليفل الوحش، دي ليفل الوحش، دي ليفل الوحش. خلوا بالكم ما غسلتش بقالها بقالها 20 سنة. دي بقى فتحية الملقبة بفتحية العقربة. الكلمة منها فيها سم قاتل أكتر من سم الكوبرا. رقمها القياسي خربت 5 بيوت في نفس العمارة بجملة واحدة. طب ودي نتصرف معاها ازاي يا كابتن؟ تكنيك اديها فين يوجعها. ازيك يا بتش يا بايرة يا عنس يا كسر؟ ما هو يا اختي كده البضاعة البايرة دي يا اختي معيوبة دي بتفضل على طول، عارفها يا واد الملطوطة دي؟ والنبي تلاقيكي متجوزة 9 ومغفلاهم كلهم. اقسم بالله. قولي العيب كده. مالكيش دعوة يا طنط. ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ إيه؟ الهجوم خير وسيلة دفاع. اهاجمها ازاي؟ انت مش شايفة بتتكلم بثقة ازاي؟ يمكن يطلع عندها حق. وايه يعني؟ واثقة. ما كل واحد بربوره على حركه كويس. بربوره عادي لكن حنكه دي بيها. يا بت اللي انتي لابساه ده يخيبك يا اختي، لا سنك ولا هيئتك، ده ايه الزمن الاخضر يا رب اللي الواحد بيشوف فيه ده؟ يا اختي الواحده ما بقتش عارفه تفرق لا بين الدكر ولا النتايه. دكر ونتايه؟ ده انتي لحد دلوقتي ما طلعتيش بطاقه عشان مش عارفين نوعك يا طن. ايوه يا سهى برافو. وانت يا ربع راجل مخروم. هي عايزت منين؟ انت يا واد يا مدهول، انت ايه اللي ما جوزكش لحد دلوقتي؟ ولا يا واد ما يكونش ليك في الستات؟ يا اختي اعوذ بالله يا اختي استغفر الله، ده جنسي من ليته. ايه ده؟ ده ايه يا اختي؟ ده اسكاها يا حسين. يا يا حسين حسين اسكاها، يعني لباب الكلام مش اضربها. ولو ان هي تستاهل. الطنطات فكت، الطنطات فكت يا معلمتي، الطنطات فكت. طب وانت ما انت معاك سلاح، ما دفعتش ليه؟ سلاح ايه؟ دي قضيحه. طيب طيب ال ال هنستخدم ايه؟ دي الهجمه دي ملهاش غير تكنيك واحد. ده شكله هجوم ثلاثي. ها هو فعلا هجوم ثلاثي. جاي نص جدع. خلاص خلاص خلاص، انا هستسلم انا هستسلم انا هسافر الخليج. لا
هتجوز بنت وهتتفرجوا على عيالي وهجيب الاجهزه معايا والكاسيت والمروحه وكل حاجه انت عايزها. انت شاطره يا شاطره يا شاطره يا شاطره. الخماسيه الموسى الخماسيه.